وسط تنديد أوكراني وغربي واسع، بوتين يعلن ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا ويعتبر قصفها عدوانا على بلاده. التضخم في منطقة اليورو يسجل نسبة قياسية جديدة في سبتمبر بواقع 10%. مقتل وإصابة العشرات في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا بأفغانستان، ومصر تدين الحادث الإرهابي. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. إلى منحى جديد تمضي الأزمة الروسية الأوكرانية لتتخذ أبعاداً أخرى وتغير موازين القوى ما بين طرفي الصراع. فعقب الاستفتاءات على انضمام 4 مناطق أوكرانية للأراضي الروسية وسط تنديد أوكراني وغربي واسع، تتجه أنظار العالم لتتابع عن كثب تطورات الموقف وتتوقع سيناريوهاته وتداعياته على مسار الأزمة. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم أعلن فيه ضم أكثر من 15% من أراضي أوكرانيا لروسيا. يتضمن المرسوم ضم أقاليم لوهانسك ودونتسك وخيرسون وزابوريجيا إلى روسيا. وخلال كلمة بالكريملين بحضور رؤساء الأقاليم 4 وعدد من المسؤولين الروس، أكد بوتين ثقته في موافقة البرلمان الروسي على ضم تلك المناطق إلى روسيا، مؤكدا أن بلاده لديها تاريخ وصلة ومصير مشترك مع الأقاليم التي ستنضم إليها. وأوضح بوتين خلال كلمته أن مواطني الأقاليم 4 يرحبون بهذا القرار، متعهدا بالدفاع عن كل الأراضي الروسية بما فيها الأقاليم الجديدة. في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا جرت استفتاءات عامة ونتائجها معروفة. الناس قاموا بخيارهم وهو الخيار الحاسم، واليوم نقوم بالتوقيع على اتفاقية انضمام إلى روسيا الاتحادية، جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا. وأنا على يقين من أن الجمعية الفيدرالية سوف تدعم انضمام هذه المناطق 4، أي الأقاليم 4، إلى قوام الاتحاد الروسي، لأنها رغبة ملايين الناس. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات. واعتبر بوتين أن اختيار الناس الانضمام إلى روسيا يستند إلى التاريخ، مشددا على ضرورة أن تحترم كييف ذلك. وفي سياق آخر، اتهم بوتين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بشكل مباشر بتفجير خطي أنابيب غاز نورد ستريم. ندعو نظام كييف إلى الوقف الفوري للنار والأعمال القتالية والحرب التي شنها نظام كييف في عام 2014 والعودة إلى طاولة المفاوضات، ونحن جاهزون لذلك، وما تحدثنا عنه مرارا. والخيار لشعب دونيتسك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون لن نقوم بمناقشته، هذا الخيار قد تم وحسم، وروسيا لن تخون هذا القرار.
وفي كلمة أمام حشد جماهيري في موسكو احتفالا بضم 4 أقاليم أوكرانية لروسيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تمثل دعما لخيار الانضمام إلى روسيا. كما أعرب بوتين عن ترحيب بلاده بسكان الأقاليم التي انضمت إلى روسيا، لافتا إلى أن موسكو ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة سكان المناطق المنضمة حديثا. خلال عشرات السنوات كانوا يحاولون اجتثاث تفكيرهم القومي وهويتهم القومية والتحدث بلغتهم الروسية، لكنهم لم ينجحوا في ذلك، فقد حامل أولئك الناس الحب لوطنهم الأم. ولذلك نقول لهم إن روسيا تفتح أبواب البيت، بل تفتح أمامهم قلوبنا، أهلا وسهلا بكم في بيتكم. من جانبه أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي توقع بلاده طلب انضمام عاجل إلى حلف الشمال الأطلنطي، وذلك بعد دقائق من إعلان روسيا ضم 4 مناطق أوكرانية رسمية للسيادة الروسية. وأكد زيلينسكي أنه لن يتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها، وذلك بعدما طالب بوتين أوكرانيا بوقف القتال بشكل فوري. Щойно завершилось засідання Ради національної безпеки і оборони. Ми маємо рішення. Перше. Тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом. Друге. Україна. اعلن الامين العام لحلف الشمال الاطلنطي ينس ستولتنبرغ ان الحلف ليس جزءا من الصراع مع روسيا، مضيفا أن ضم روسيا لأراض أوكرانية غير قانونية. وخلال مؤتمر صحفي أكد ستولتنبرغ أن ضم روسيا المزيد من الأراضي الأوكرانية يمثل أخطر تصعيد منذ بدء الأزمة، لافتا إلى دعم الحلف لوحدة الأراضي الأوكرانية. هذه المرة الثانية التي تستولي فيها روسيا على أراضي أوكرانية بالقوة، لكن هذا لن يغير من طبيعة الصراع. هذا الأمر يبقى من صميم حرب روسيا الوحشية ضد أوكرانيا، ولن يغير من التزامنا في دعم أوكرانيا. حلف الناتو هو ليس جزءا من الصراع، لكننا نقدم الدعم إلى أوكرانيا بحيث تستطيع أن تدافع عن حقوقها وأن تدافع عن نفسها وفقا لميثاق الأمم المتحدة. ونحن عبارة عن تحالف دفاعي، نقف عازمين لحماية كل عضو في الناتو وكل شبر من أراضي الناتو. أوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أن ضم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجزاء من أوكرانيا يمثل مؤشرا على أنه يواجه صعوبات، محذرا موسكو من أن واشنطن ستدافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلنطي. وأدان بايدن ضم روسيا 4 مناطق أوكرانية، مؤكدا أن روسيا تخالف القانون الدولي. وفي بيان أضاف بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحترم على الدوام حدود أوكرانيا المعترف بها دوليا، وستواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية، بما في ذلك المساعدة الأمنية الإضافية البالغة قيمتها 1.1 مليون دولار، والتي أعلنتها واشنطن هذا الأسبوع. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات ضد مسؤولين روس وقطاع الدفاع الروسي ردا على إعلان الكرملين ضم 4 مناطق من أوكرانيا. وقال البيت الأبيض في بيان إن واشنطن ستحمل موسكو ثمنا خاطفا وقاسيا جراء إعلان ضم المناطق الأوكرانية، مضيفا أن الحلفاء ضمن مجموعة 7 يدعمون أن يتحمل أي بلد يدعم ضم روسيا للمناطق الأوكرانية ثمن ذلك أيضا.
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية فرض عقوبات على محافظة البنك المركزي الروسي الفيرا نابيولينا بما يشمل تجميد أصولها وحظر دخولها الأراضي البريطانية. وقالت الخارجية البريطانية إن لندن فرضت أيضا حظرا على تصدير خدمات وسلع جديدة إلى روسيا، وذلك ردا على إعلان روسيا ضم 4 مناطق في أوكرانيا إلى سيادتها. هذا وتوالت ردود الفعل الدولية على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم 4 أقاليم جديدة إلى السيادة الروسية. Господин председатель, 27 сентября мы уже подробно рассказывали о причинах и целях проведения референдума. في 27 من أيلول سبتمبر تحدثنا بالتفصيل عن الأسباب والأهداف من تنظيم هذا الاستفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك إضافة إلى منطقتي خيروسان وزابوروجيا. وفي 28 من أيلول سبتمبر ظهرت النتائج و 99% في دونيتسك و 98% في لوهانسك هانسك و 93 في زابوريجيا و 87% في خيرسون دعموا فكرة الاتحاد مع روسيا على الرغم من الوضع الأمني المحفوف بالصعوبات واستفزازات نظام كييف، إلى أن السواد الأعظم من المقترعين فضلوا أن يصوتوا لصالح
هذا الانضمام، وكانت المشاركة 69% في منطقة خرسان و 97% في دونيتسك، وقد كان قرارا حرا واعيا من قبل المواطنين في هذه البلدان. والاستفتاء يتسق تماما مع أعراف ومبادئ القانون الدولي، على الرغم من مساعي الغرب أو حتى الأمين العام في إثبات عكس ذلك. فالأمين العام بدون أي ولاية لذلك قرر أن يتحدث بإنابة عن الأمم المتحدة بأسرها. أكثر من 100 مراقب دولي من إيطاليا وألمانيا وفنزويلا ولاتفيا قاموا بالرقابة على هذا الاستفتاء وأقروا بأن النتائج كانت مشروعة، ولكن واشنطن والتي لها الصوت الأعلى في النقد تتحدث اليوم عن который является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики. Это очередные вопиющие двойные стандарты. Сегодня подписаны договоры о вхождении новых регионов в состав Российской Федерации. После их утверждения в российском парламенте и подписания указа президента, воля жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины. Ведеры проклятые! سجل معدل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة في سبتمبر، حيث بلغت 10% على مدى سنة تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية، على ما أعلن معهد يوروستيت الجمعة الماضية. هذا وبلغت نسبة التضخم في أغسطس الماضي 9.1% للدول 19 التي تعتمد العملة الأوروبية المشتركة، وهي أعلى أرقام يسجلها المعهد الأوروبي للإحصاءات منذ بدء نشر هذا المؤشر في يناير من عام 1997. هذا وقد أعلن المكتب الوطني للإحصاء البريطاني أن إجمالي الناتج الداخلي البريطاني سجل ارتفاعا بنسبة 2% في الفصل الثاني، بعدما كانت التوقعات الأولى تشير إلى تراجعه بنسبة 1% في هذه الفترة. وأشار المكتب الوطني للإحصاء البريطاني أن هذا الرقم المعدل يهدئ المخاوف من دخول بريطانيا في ركود اعتبارا من الفصل الثالث، إذ تعد الدولة التي تسجل فصلين متتاليين من الانكماش الاقتصادي دولة في حالة ركود. أكد المعهد الوطني للإحصاء تباطؤ التضخم في فرنسا بشكل غير متوقع، وذلك للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، مخالفا الاتجاه السائد في جارتها ألمانيا ومنطقة اليورو الأوسع نطاقا، وذلك بدعم من تباطؤ الارتفاع في أسعار الطاقة والخدمات. أشار المعهد الوطني للإحصاء إلى أن معدل التضخم الفرنسي السنوي انخفض إلى 6.2% في سبتمبر بدلا من 6.6% قبل شهر. أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي أن وزراء الطاقة الأوروبيين اتفقوا على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة. هذا وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من الأرباح الفائقة التي حققتها شركات إنتاج الطاقة لإعادة توزيعها على المستهلك، وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة. وأعلن وزير الطاقة التشيكي يوزوف سيكيلا أنه لا وقت لإهدار الوقت من أجل خفض أسعار الغاز.
أدانت مصر بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مركزا تربويا في غرب العاصمة الأفغانية كابول، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الضحايا الأبرياء. وفي بيان لوزارة الخارجية، تقدمت مصر بخالص التعازي لأسر الضحايا وشعب أفغانستان الشقيق، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدة رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف. كانت الشرطة الأفغانية قد أعلنت مقتل 20 شخصا وإصابة 27 آخرين في هجوم انتحاري استهدف مركزا تعليميا بالعاصمة كابول. وفي بيان لها، أضافت الشرطة أن هجوما انتحاريا وقع في مركز كاج التعليمي، حيث كان من المقرر أن تجرى اختبارات في المراكز التعليمية. وأضافت الشرطة الأفغانية أن مهاجمة أهداف مدنية دليل على قسوة العدو وعدم التزامه بالمعايير الأخلاقية. وصل الإعصار إيان الذي أصبح عاصفة استوائية إلى جنوب غرب فلوريدا مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة. هذا ولا يزال التيار الكهربائي مقطوعا عن أكثر من 2,670,000 وحدة سكنية حول مسار الإعصار. حدث كل 500 عام، هكذا وصف حاكم فلوريدا الأمريكية إعصار إيان الذي ضرب الولاية ودمر مدنا ساحلية وأدى إلى انقطاع سكان جزر عن العالم. الإعصار الذي صاحبته أمطار غزيرة وبلغت سرعته 240 كيلومترا لكل ساعة، تسبب في قطع التيار الكهربائي عن 2,670,000 وحدة سكنية، أي ما يقرب من ربع عملاء مرافق الكهرباء في الولاية، مما جعل الظلام يغطي الولاية التي تقع في الجنوب الأمريكي. ووفقا لما أعلنته شركة الكهرباء في الولاية، فإن أكثر من 10 مقاطعات بها انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي بسبب الإعصار، أسوأها في مقاطعة لي كاونتي. إيان الذي حاصر الولاية وخلف أضرارا واسعة النطاق ودمر مباني وأغرق شوارع عديدة قبل أن يمضي في طريقه نحو ولاية ساوث كارولينا، دفع الرئيس الأمريكي أن يعلن فلوريدا منطقة منكوبة قبل أن تنخفض قوته قليلا إلى عاصفة استوائية. وعلى لسان نائبة الرئيس كامالا هاريس، فإن إدارة بايدن ملتزمة بتقديم الدعم الفيدرالي لولاية فلوريدا التي ضربها إعصار إيان، داعية المواطنين إلى ضرورة الإجلاء لتجنب الأذى. الإعصار طال كل مناحي الحياة في الولاية الأمريكية، فأكثر من 60 منطقة تعليمية ألغت الدراسة بسبب الإعصار، وتم فتح أكثر من 175 مركز إجلاء على مستوى الولاية. الإعصار تسبب كذلك في مصرع عدد من الأشخاص، وهناك أكثر من 700 عملية إنقاذ على الأقل، معظمها عن طريق الجو، قد أجريت حتى الآن. قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بالكوليرا ارتفعت هذا العام، خاصة في المناطق التي تعاني من ويلات الفقر والصراع، مع تسجيل تفشٍ للمرض في 26 دولة وارتفاع حاد لمعدلات الوفيات. وقال رئيس فريق مكافحة الكوليرا في منظمة الصحة العالمية إن العالم يشهد تزايداً مقلقاً جداً بالتفشي الكوليرا خلال عام حتى الآن، مضيفا أن متوسط معدل الوفيات حتى الآن هذا العام ارتفع إلى 3 أضعاف تقريبا مقارنة بالمتوسط في 5 سنوات، وبلغ حاليا 3% في أفريقيا. توجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إيمان كريم بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، والتي تعد من أرفع الجوائز التي يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادي البيضاء على رعايتهم للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديرا لما يقدمه لهم من دعم. هذا بجانب أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يحصل على الجائزة في دولة في منطقة الشرق الأوسط. وأعلنت المشرف العام على المجلس أن الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون عصرا ذهبيا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صدرت عدة قوانين تحمي حقوقهم وتدعم دمجهم وتمكينهم بعد معاناة طويلة من التهميش.
وأن هناك محطات كثيرة في اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، منها إعلانه 2018 عاما للأشخاص ذوي الإعاقة وإقرار عدد من التشريعات والقوانين التي من شأنها دعم دمجهم مجتمعيا وفي كل المجالات. استقبل وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية البطولة الصيفية لقفز الموانع بتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. يأتي ذلك في ضوء تطوير الوزارة للوادي وتجهيزه وفقا للمقاييس الدولية في رياضة الفروسية والاستقبال كافة المنافسات المحلية والدولية في هذه الرياضة. وادي الفروسية بمنطقة عين الصيرة على بحيرة عين الحياة بالفسطاط، بعد أن قامت وزارة الداخلية بتطويره وتجديده، يواصل استقبال المنافسات المحلية والدولية في رياضة الفروسية. ملاعب الوادي وعلى مدار 3 أيام شهدت تباري الفرسان في منافسات البطولة الصيفية للفروسية والتي أقيمت بملاعب الوادي بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. بصراحة المكان مكان ممتاز، مكان وصل للعالمية بأرضه بالبوكسات بتاعته اللي هي بيقعد فيها الخيل، بالشدود، بالتنظيم، بالإدارة، إدارة الشرطة إدارة رائعة طبعا في إدارتها للمكان. يعني بصراحة احنا بنبقى مبسوطين وفخورين ان احنا في المكان دوت وعندنا في مصر مكان زي المكان. يعني كل حاجة فيه نظيفة وبوكسات كويسة وكبيرة، مكان لائق جدا بمصر وحضارتها وماضيها ومستقبلها. فمكان يعني زي ما بقول لك يتعمل فيه بطولات عالمية. الملاعب التي تتسم بمواصفات دولية الى جانب ملاعب الإحماء تجمع فيها الخيول بفرسانهم تباروا في رياضة قفز الحواجز بارتفاعاتها المتدرجة في ظل أجواء تنافسية رائعة وفرتها لهم وزارة الداخلية والتي أشاد بها المشاركون. أنا جربت جيت بطولات في كذا نادي، بس ده الصراحة أكبر نادي شفته لغاية دلوقتي، واسع والأراضي حتى الماتيريال بتاعت الأرض مختلفة، أول مرة أشوف حاجة زي كده الصراحة. أنا مستريح والحصانة مستريحة. كافة السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية تتوفر هنا. فندق مجهز لإقامة اللاعبين، وسيارات إسعاف بتجهيزاتها من الأطقم الطبية، وسيارات كهربائية لتنقل الجماهير بين جنبات الوادي، وأماكن لانتظار السيارات، فضلاً عن مطاعم وكافيتريات. أتمنى أن كل البطولات تبقى هنا طول السيزن، لأن إحنا بجد المكان ده بنرتاح فيه. كمان وجود فندق في المكان ده بيسهل علينا كتير قوي الترانسبورتيشن، أو إن إحنا نرجع متأخر بيوتنا وما نلحقش نرتاح وننام ونصحى تاني يوم فايقين البطولة. فبجد مكان زي كده فيه إقامة كاملة ده ممتاز جدا. وتم توفير اسطبلات ذات سعة كبيرة لإيواء الخيول، مع توفير خدمة بيطرية ملائمة لها، وهو ما يساعد على إراحة الخيول المشاركة بعيدا عن عناء التنقل. أرض الفايبر حلوة ومريحة وواسعة للخيل، والخيل مش بتح وتقدر تجري بيها سريع وكويس. غرفة الحكام صممت بطريقة تساعد على رؤية زوايا أفضل لكافة الملاعب لتوفير أداء تحكيمي أفضل في كافة البطولات. كل حاجة معمول لها التصميم السليم جدا، لما تشوف حتى قاعة التحكيم فوق شكلها ايه، ما الزوايا بتاعتها كويسة، كل حاجة معمولة بس يعني كل حاجة قاعد كويسة فنيا وإداريا وكل حاجة. فدي حاجة عظيمة جدا، يعني احنا بنفخر ان مصر فيها حاجة على هذا المستوى. Я здесь первый раз. Мне здесь очень понравилось. Здесь много удобных и больших арен для разминки и для самого конкура. Здесь я в первый раз и мне, в принципе, всё понравилось. وزارة الداخلية هيأت وطورت وادي الفروسية ليستقبل المنافسات ليلاً من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب. والله إحنا تاني مرة نيجي المكان ده، ومكان تحفة ومن أكتر نوادي أنا حبيتها دلوقتي في البطولات، وأراضي جميلة جداً، سدود حلوة جداً، وفي إمكانيات الفروسية حلوة قوي. أماكن هنا كويسة ومساحات كبيرة، فالحصان بياخد راحته. ختام فعاليات المنافسات كانت مراسم تتويج الفائزين في منافسات البطولة، حيث يتم توزيع الجوائز عليهم ليكون ختاماً ناجحاً للبطولة لهذا الموسم
على أرض وادي الفروسية. شفت حاجات كتير حلوة بصراحة، المكان سبيشس، الفيو بتاعه على البحيرة مكان خيالي، ممكن الناس تيجي فيه كمان تتبسط، مش تيجي يعني تيجي بتفرج على الفروسية ومبسوط بقى بالمكان في نفس الوقت. مكان وادي الفروسية مكان عظيم جدا، ونحب نشكر وزارة الداخلية على التنظيم العظيم اللي هم بيعملوه كل مرة. تطوير وادي الفروسية جاء وفقا لمعايير دولية في رياضة الفروسية، إسهاما من وزارة الداخلية في الارتقاء بتلك الرياضة في مصر، ويساعد على استقبال المنافسات الدولية والمحلية في ضوء تجهيزاته المتطورة التي توفر الأجواء المتميزة لإقامة المنافسات. منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطوير وادي الفروسية، استقبل وما زال يستقبل منافسات دولية ومحلية في رياضة الفروسية، وسط إشادة كبيرة من المشاركين بتجهيزات الملاعب التي تراعي المعايير الدولية في هذه الرياضة، وهو ما كانت تسعى إليه وزارة الداخلية واستهدفته من تطوير هذا الوادي، الارتقاء برياضة الفروسية في مصر. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. تتواصل الاستعدادات والتجهيزات تمهيدا لاستضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ كوب 27 والمقرر عقده في نوفمبر المقبل. للمزيد معنا من مدينة السلام مدينة شرم الشيخ مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، بعد التحية، يعني الاستعدادات تجري على قدم وساق في شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر كوب 27 في شهر نوفمبر، يعني تطلعنا على آخر التطورات والاستعدادات بالمدينة. نعم، بعد التحية نتابع معكم الاستعدادات التي تتم على قدم وساق كما ذكرت في مدينة شرم الشيخ بالعديد من المشروعات التي تتم على أرض المدينة استعدادا لاستضافة قمة المناخ كوب 27. الجديد وآخر الاستعدادات هنا هو الإنجاز الذي يتم يوما بعد يوم في الانتهاء من نسبة كبيرة من معدلات التنفيذ بعدد كبير من المشروعات. أثناء تجولنا في شوارع مدينة شرم الشيخ والمشروعات المختلفة التي تتم، لاحظنا أنه يوما بعد يوم يتم إنجاز عدد كبير من أعمال التنفيذية المقررة للانتهاء من هذه المشروعات. كما تحدثنا في الخدمات الإخبارية السابقة أنه على نهاية الشهر الجاري سيتم الانتهاء من عدد كبير من المشروعات، وفي 15 من أكتوبر سيتم الانتهاء من كل المشروعات استعدادا لاستقبال القمة. فرأينا في الشوارع بعض معدلات التنفيذ التي تم الانتهاء منها بشكل كبير كالممشى السياحي وخليج نعمة، وأيضا يعني هناك بعض الأمور التي تسير في التزامن مع التطوير أيضا وإنشاء المشروعات المختلفة. نقطة هامة جدا وهي زيادة أعداد السائحين قبل انعقاد قمة المناخ كوب 27، وأن الحركة السياحية في مدينة شرم الشيخ تسير بالتوازي مع الأعمال الإنشائية والتطويرية التي تتم في مدينة شرم الشيخ. فعلى سبيل المثال في هذه المنطقة التي نتواجد فيها في منطقة السوق القديم، على يميني الأعمال التطويرية التي تتم لمحيط مسجد الصحابة، وعن شمالي وعن يساري أيضا الأعمال التطويرية والإنشائية التي تتم لمنطقة مصر القديمة، ومن خلفي حركة السياحة تزداد يوما بعد يوم للاستمتاع بما تم الانتهاء منه من الأعمال التطويرية في هذه المنطقة، ثم متابعة الأعمال الإنشائية التي تتم أيضا في هذه المنطقة للانتهاء منها في وقت قريب مع قرب انعقاد قمة المناخ كوب 27. زيادة عدد السائحين أيضا يتزامن مع التطوير الذي يتم في مطار شرم الشيخ. مطار شرم الشيخ الآن به عدد كبير من الأعمال التطويرية الخاصة بتوسعة المطار ليتم استقبال ما يقرب من 10 ملايين سائح يوميا بدلا من 7 ملايين سائح سنويا. فبالتالي مطار القاهرة سيستوعب عدد كبير الفترة القادمة من السائحين. النقطة الأخرى، كما تحدثنا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان يتابع مع كل الجهات المسؤولة والجهات التنسيقية ما يتم داخل مدينة شرم الشيخ للانتهاء من هذه المشروعات، فكانت هناك جولة تفقدية لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد. الجديد هي الجولة التفقدية لوزير المالية دكتور محمد معيط، تفقد خلالها قاعة المؤتمرات والمنطقتين الخضراء والزرقاء للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بهما. وأكد وأعلن الدكتور محمد معيط أن يوم 9 نوفمبر سيكون يوم التمويل، سيتم الاجتماع مع رؤساء المالية من مختلف الدول الذين سيجتمعون في قمة المناخ مع ممثلين المؤسسات
المؤسسات المالية المعنيين بتمويل قضية المناخ لدعم الدول الإفريقية في التحول نحو المدن الخضراء، وأيضا مناقشة حلول وأفكار تقليل فكرة أن يكون هناك مدينة خضراء في كل المدن، مناقشة الأفكار التي ستؤدي إلى تحقيق هذه. أشكرك محمود جميل على كل هذه التفاصيل، وضعتنا في مشهد الاستعدادات في مدينة شرم الشيخ لاستضافة كوب 27، شكرا جزيلا لك. يواصل المواطنون توافدهم على أجنحة معرض مستلزمات المدارس الذي تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بالمعادي، وبمشاركة 40 عارضا لمستلزمات المدارس والجامعات. ضمن جهود الدولة للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية مع قرب حلول العام الدراسي الجديد، تستمر أجنحة معرض مستلزمات المدارس الذي تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع الغرفة التجارية في استقبال الجمهور بشارع 50 بالمعادي. مساحة 1000 متر المحافظة موفرة لنا بالاشتراك مع الغرفة. طبعا الكلام ده كله مدعوم من الغرفة ومن المحافظة، البارتيشنات أو الأجنحة فري، في سبيل إن هو يبقى فيه دعم للمواطن. الناس دي مصانع فبتنزل شغلها بالجملة، ما فيش نسبة مكسب، هو بيبيع بالجملة في سبيل ان هو برضو يعني يطلع الراكد اللي عنده، وفي نفس الوقت منافس بيع جديدة. نعرض منتجات بسعر مميز عشان الناس تيجي ايه تشتري، برضو تخفيف عن ايه عن الاهالي والمواطنين اهالينا برضو. المعرض المقام على مساحة 1000 متر يشارك فيه 40 عارضا من بينهم عدد من شباب الخريجين لتوفير احتياجات الطلاب بسعر ملائم وتخفيضات تبدأ من 30% وحتى 50%. طبعا هي فكرة كويسة جدا وحاجة كويسة ان انا بدل ما اقعد الف او بدل ما انزل اماكن بعيدة عشان اشوف حاجة ارخص او كده، فهو موفر لنا كل الحاجات دي. والله هما لما قالوا لنا ان في معرض زي كده ما صدقتش، بس لما جيت شفت الارقام والاسعار لا كل حاجه موجوده واسعارها كويسه ومنافسه. الحمد لله المستلزمات كلها موجوده ومتوفره واسعارها كويسه، والحمد لله ربنا يسهل ان شاء الله وتبقى سنه سعيده على الجميع. معارض اهل المدارس منتشره بكافه احياء ومناطق العاصمه، وتضم مستلزمات المدارس والجامعات من الادوات المكتبيه والحقائب والملابس اغلبها صناعه مصريه، مع الاستجابه بمد فتره المعرض لتحقيق الاستفادة لكافة المواطنين. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 116 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 63 طن، كما تم ضبط أكثر من 49 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية، من بينها 130 قضية خبز ناقص الوزن و150 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد الأرز الشعير تم ضبط 24 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 221 طن. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل الحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.
إلى هنا نصل لنهاية نشرة التاسعة. بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. وسط تنديد أوكراني وغربي واسع، بوتين يعلن ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا ويعتبر قصفها عدوانا على بلاده. التضخم في منطقة اليورو يسجل نسبة قياسية جديدة في سبتمبر بواقع 10%. مقتل وإصابة العشرات في تفجير انتحاري استهدف مركزا تعليميا بأفغانستان، ومصر تدين الحادث الإرهابي. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع هدير أبو زيد. مساء الخير. مساء الخير عليك يا محمد، مساء الخير عليك يا إلهام، وشكرا لكل صناع نشرة التاسعة. شكرا ليكي، وحلقة موفقة بإذن الله. شكرا ليكم، متأذنكم نبدأ برنامج التاسعة.